الشيخ المقيم على هذه التكريمات وكنعتذر على الصوت لان بالاضافه انا مدير الجهه الرياضيه انا معلق رياضي وكتعرف الميكروفون واخا في الميديا فالاحباس الصوتيه يمكنوش تكبر معنا حتى لاخر العمر ما تكلمش. المهم من الان كنشكر الاخوان كلهم اللي ساهموا في هذا التكريم وهذا شيء جميل بان تشوف شباب من الاخوان لانهم كيقوموا بتكريم صحفيين اللي قليل وقلما كيتكرموا الصحفيين ولكن هذا شيء جميل. كنتمنى بان يكون حافز ليوم جميع الاخوه اللي تكرموا بانني يكون العطاء في المستقبل ان شاء الله وشكرا.